مرحبا رحيم. اللغة الفرنسية قواعد اللغة، سنستكمل مع بعض المصطلحات المتعلقة بالتواصل كوميونيكاسيون. إذا دير كون سو سوفيان، يعني أننا نقول بأننا تذكرنا، يعني أننا نقول بأننا نتذكر أو الكلام عن التذكر. إذا دير كون سو سوفيان، سي لو فيرب سو سوفونيغ، لو فيرب سو سوفونيغ يعني تذكر. إذن سي لو فيرب سو سوفونيغ يعني تذكر. إذن نقول مثلا جو مو سوفيان دو سون روغار مانيفيك، يعني أنا أتذكر يعني نظرته الجميلة. إذن جو مو سوفيان دو سون روغار، هذه اللي عندها علاقة بفعل روغار يعني نظرة، طبعا حال لو روغار يعني النظرة. إذن جو مو سوفيان de son regard magnifique، يعني أنني أتذكر نظرته الجميلة إلى آخره. إذا نتكلم هنا عن التذكر، نقول مثلا وي je me souviens que tu étais، أنا أتذكر بأنك كنت أو بأنك كنت. très belle، نتكلم هنا عن أنت، بطبيعة الحال ما دمنا قلنا très belle يعني أننا نتكلم عن أنت هنا. إذا أنا أتذكر بأنك كنت خبال يعني جميلة جدا، سجولة يعني هذا اليوم، طبعا الحال نتكلم عن يوم من الأيام. وي جو مو سوفيان كو تيتي تخي بيل سجولة، يعني نعم أنا أتذكر بأنك كنت جميلة هذا اليوم، طبعا الحال نتكلم عن يوم من الأيام في الماضي. إذا طبعا الحال نتكلم عن فعل سو سوفونيغ، طبعا الحال ممكن أننا نتكلم عن لو فيرب سو رابلي، يعني أنك تستدعي شيئا للذاكرة. إذا نقول مثلا je me rappelle de toi، يعني أنا أتذكرك، يعني أنني أستحضرك ذهنيا. c'est le verbe se rappeler، ممكن أننا نستعمل فعل se souvenir ومنها كلمة souvenir يعني الذكرى، أو نستعمل le verbe se rappeler. إذا je me rappelle de toi، ممكن أننا نقول مثلا je me rappelle que tu aimais، c'est le verbe aimer طبعا الحال. Je me rappelle que tu aimais mes tartes aux pommes. يعني أنني أتذكر que tu aimais بأنك كنت تحب أو بأنك كنت تحبين mes tartes، يعني كعكاتي، يعني جمع كعكة. طبعا الحال كعكة تصنع بالفاكهة طبعا الحال aux pommes. إذن أتذكر بأنك كنت تحب مثلا في الماضي mes tartes يعني الكعكات التي كنت أصنعها aux pommes يعني بالتفاح. أننا نستعمل فعل سو رابلي. إذا جو مو رابيل مثلا سا جونتيس، يعني أنني أتذكر يعني لباقته أو لطافته إلى آخره. أحيانا نقول لشخص مثلا عندما يكون معنا لطيفا نقول له سي جونتي، يعني إنه أمر لطيف، المقصود بأنك كنت لطيفا أو بأنك لطيف. إذا بطبيعة الحال نتكلم هنا عن اللطافة، يعني أنا أتذكر لطافته أو لطافتها. إذن جو مو رابيل سا جونتيس. إذن بطبيعة الحال ممكن أننا نستعمل فعل بونسي أ يعني فكر في. إذن بونسي أ يعني فكر في، فنقول مثلا جي بونسي أ أشتي دو بان، جي بونسي أ أشتي دو بان، يعني أنا فكرت في شراء الخبز. إذن جي بونسي يعني أنني فكرت، جي بونسي أ أشتي دو بان يعني أنني فكرت في شراء الخبز. أحيانا نقول بونسي أ أوبليي، هذه عبارة معروفة، المقصود هنا كأنها أمر يعني التفكير في النسيان، التفكير في النسيان يعني بحال عندنا حنا في الدارجة تنقولوا لشي واحد ونسى صاحبي، نسى، ما تنقولوا لشي واحد نسى هذا الموضوع، يعني نسى هذا الموضوع من بالك ما تبقاش مشغول به. إذا المقصود هنا بونسي أ أوبليي، المقصود أن على الإنسان أن يفكر في نسيان أمور ربما تشغله وتحدث له حاجزا ما، فعلى الإنسان أحيانا أنه ينسى هذه الموضوعات التي تثبطه يعني وتحد من عزيمته. اذا بونسي ا اوبليي، نقول مثلا جاريت با دو بونسي ا توا، المقصود هنا جو ناريت با، من اجل ان الكلمه تنطق بشكل اسرع نقول جاريت با. اذا المقصود جو ناريت با دو بونسي ا توا، يعني انني لم اتوقف، سيلفرب اريتي مقصود بانني لم اتوقف بالتفكير فيك او فيك. اذا جو ناريت با de penser à toi ou j'arrête pas de penser à toi. Et dans ta bataille, le réponse
سامورون دين، سامورون دين يعني أن هذا يجعلني جديرا، يعني جديرا بالثقة فيك مثلا. إذا سامورون دين يعني هذا يجعلني جديرا. هناك كتاب مثلا كالذي نرى هنا، عنوانه كما نرى Apprendre à penser à l'école du réel، يعني كيف للإنسان يتعلم، تعلم apprendre طبعا هذا فعل، ولكن المقصود به المصدر تعلم à penser يعني تعلم التفكير، à penser يعني التعلم في التفكير، المقصود تعلم التفكير. à l'école du réel، لو ريال بطبيعة الحال هو الواقع أو ما هو حقيقي بطبيعة الحال وملموس، أو نقول عن شيء بأنه ريال يعني أنه حقيقي وواقعي. إذا apprendre à penser à l'école du réel يعني تعلم التفكير في مدرسة الواقع. إذا كيف للإنسان أن يتعلم التفكير بما هو واقعي؟ إذا بطبيعة الحال كما نلاحظ بأن الكتاب له علاقة بالفلسفة، انيسياسيون يعني كأننا نقول مبادرة أو بداية في الفلسفة. إذا كما لو نقول بدايات في الفلسفة، انيسياسيون على فيلوزوفي يعني بداية في الفلسفة. إذا بطبيعة الحال ممكن أننا نستعمل أيضا فعل أوبليي يعني نسي. مادام أن الإنسان يتذكر ممكن أنه يحدث العكس. Il n'a pas oublié de réviser son examen. Il n'a pas oublié de réviser son examen. يعني أنه لم ينسى مراجعة امتحانه. يعني المقصود بأنه تذكر مراجعة امتحانه. Il n'a pas oublié de réviser son examen. يعني أنه لم ينسى مراجعة امتحانه. أيضا elles n'ont pas oublié que la vie était courte، يعني أنهن لم ينسين، طبعا حنا نتكلم عن جمع المؤنث، elles n'ont pas oublié، لو فيرب أوبليي كان في الباسي كومبوزي مصرف مع الأوكسيليير أفوار، elles n'ont pas oublié que la vie était courte، يعني أنهن لم ينسين بأن الحياة كانت قصيرة. إذا بطبيعة الحال المقصود بأنهن تذكرن بأن الحياة كانت قصيرة. نقول أيضا Je n'ai pas oublié يعني أنني لم أنسى qu'il avait emprunté mon parapluie يعني بأنه اقترض مظلتي. عندنا لوكسيليير افوار كاين في لامبارفي، وعندنا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب emprunté. إذا عندنا لو بلوس كو بارفي. إذا je n'ai pas oublié qu'il avait emprunté mon parapluie يعني بأنني لم أنسى. بطبيعة الحال علاش استعملنا لو بلوس كو بارفي؟ بطبيعة الحال لأنه هو باسي، لأنه هو ماضي وجا قبل من ماضي اخر. عندنا جوج ديال الافعال في الماضي، عندنا لو فيرب اوبلي كاين في الباسي كومبوزي كما تنشوفوا في الماضي، وعندنا لو فيرب امبرانتي كاين في البلوس كو بارفي بطبيعه الحال كاين في الماضي. بطبيعه الحال غنستعملو في البلوس كو بارفي بطبيعه الحال لانه جاء قبل ماضي اخر. بلوس كو بارفي بحال تنقولوا بانه ماضي قبل ماضي اخر، بلوس يعني انه ماضي زائد ان صح التعبير. جو ني با اوبلي كيل افي امبرانتي مون بارابلوي، ممكن ان يكون المعنى عكسي. نقول مثلا جي اوبليي بانني نسيت، جي اوبليي كيل افي امبرانتي مون بارابلوي يعني انني نسيت بانه اقترض مظلتي. ممكن ان هذا الامر يحصل، يعني ان هذا الشخص فات ليه اقترض من عندي يعني المظله ديالي، ولكن انا من بعد منها نسيت. اذا بطبيعه الحال الاقتراب جاء قبل من النسيان، سواء تكلمنا على أن هذا النسيان قد حصل أم لم يحصل. على كل حال هو في الماضي، سواء أثبتناه أو نفيناه فهو في الماضي. وفي الحالتين غادي يكون الاقتراب لو فيرب امبرانتي غيكون قبل من هذا الحدث الآخر اللي هو النسيان. إذا جو ني با اوبليي كيل افي امبرانتي مون بابلو يعني أنني لم أنسى بأنه اقترض مظلتي. إذا هذا فيما يخص الحلقة، حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.